أنا بشكر الرب على كل يوم من أيام حياتي. أوقات كتير لما بتأمل بحياتي برجع للوقت اللي قبل ما طلبت فيه الرب. أنا طلبت الرب في سنة 77، في بداية سنة 77، لكن بال 75 76 بالحرب اللبنانية أنا المفروض أن يكون يعني إما ميت أو منشل أو ما بعرف، لكن الرب حفظني وقادني، وبالرغم أنه أعطاني قبل فرص لحتى أطلبه، لكن طلبي لإله ما كان حقيقي إلى أن وجدني الرب في مكان متواضع بسيط جدا. واحد الأشخاص عم بيقرأ من مزمور 139 هالكلمات هاي: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، إن سفرشت في الهاوية فأنت، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي الأرض فهناك أيضا تمسك يمينك وتهديني يدك. وقفت عند هالكلمات هايدة، وإذ بحياتي كلها عم تمر قدامي مثل كأنه شي فيلم سينما. تذكرت المرات اللي الرب عطاني فيها فرصة لحتى أطلبه وطلبته، لكن بلساني مش بقلبي، وما كان في تغيير بحياتي. وبهذيك اليوم الرب قال لي: أنا اللي عم فتش عليك ودور عليك، أنا اللي عم تابعك، واليوم عم بعطيك فرصة أخيرة. صدقوني أنه لما سمعت أن الفرصة الأخيرة ارتعبت. فهذاك اليوم صليت نفس الصلاة اللي صليتها قبل، لكن في شيء تاني صار في حياتي، وعرفت بأنه الرب ابتدى يعمل بحياتي. ليه؟ لأنه الأشياء اللي صارت في حياتي بعد منها مش أنا، لكن هو العامل فيه. عشان هيك أنا بقول اليوم آيتي المفضلة هي فيليبي 2:13: لأن الله هو العامل فينا كي نريد وأن نعمل كل ما هو لمسرته. فهذاك اليوم الرب غيرني، اتكلت عليه، وبعدني لليوم اتكل عليه. لني طاهر يدين ولا نقي القلب، لكن هو أعطاني البر الذي يحسب لي لكي أستطيع أن أدخل إلى سمائه وإلى حضرته. اليوم هو 65 سنة مروا، وما بعرف قديش بعد فيه، يمكن يوم، يمكن 10، يمكن سنة، يمكن 10، لكن حياتي هي ملكه، هي له، لأن للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. هو ملك المجد، وهو الذي أقدم له الولاء الكامل والطاعة لأنه ملك حياتي. دعني أسألك السؤال: هل عرفته؟ مش عم بسألك إذا عرفت عنه، بترجاك، هل عرفته؟ هل اختبرته؟ هل اتكلت على عمله على الصليب وأخذت بره غطاء لحياتك وأبديتك؟ فهو الذي يقدم لك الفداء بدمه. كريمة هي فدية نفوسكم فغلقت إلى الدهر. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أرجوك في هذا اليوم فكر في نفسك، وما تفتكر بأنه إلك أي شيء. أنت مجرد عابر في هذه الدنيا. واضح أننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أيضا أننا لا نقدر أن نخرج منها بشيء.